السلام عليكم كابتن عباس، فرصة سعيدة اليوم شفناك لاعب منتخب وطني عباس حسن. عباس حسن، بطاقة تعريفية للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك وإلى قناتكم الموقرة، قناة الرياضية العراقية، وإلى كل المشاهدين في قناتنا الجميلة الرياضية العراقية. أهلا وسهلا بك كابتن عباس. بداياتك في المستطيل للأخبار لاعب كرة قدم، قبل ما نبدي مشوارك الكروي، بداياتك منين بدأ عباس حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بدايتي كبداية طبيعية هي بداية الفرق الشعبية في محافظة العزيزة، محافظة النجف، مع فريق شباب الأنصار. كانت بداية الحقيقية الأولى والرسمية هي سنة 92-93 مع أشبال نادي النجف الرياضي. بعدها مثلت ناشئة النجف والشباب ومثلت الفريق الأول بصورة مستمرة. بعدها كابتن عباس، بداياتك مع اشبال نادي النجف، نعم، موسم 1993 حاصل على درع الدوري مع الاشبال، هداف الاشبال الدوري العراقي، 16 هدف حد الان اذكرهم اني، وتذكر بعض اللاعبين. نعم، اشبال نادي النجف، اعتقد هاي ذكرى يعني ما تروح عن بالنا ابد، يعني هي من اجمل الذكريات اللي اريد اذكرها انا في تاريخ الكروي مع اشبال نادي النجف. كانت اول مشاركه رسميه بالنسبه لي مع نادي النجف الرياضي مع الاشبال، وحصلنا بها، كانت اول بطوله تدخل الى نادي النجف، هي بطوله العراق حصل عليها نادي النجف، وكان كنا فخر وقتها مع المدرب المرحوم الأب الروحي الأستاذ زهر كاظم مراد. وطبعا أذكر اللاعبين وأذكر كل الأخوان اللي موجودين. أذكر حضرتك أستاذ رسول السفير، وأذكر السيد مهند، وأذكر كرار نجم، وأذكر سيد مهند شبار، خضر هاشم، إخواننا عزيزين، حيدر صالح، عمار عبد الأسيم. أذكرهم ذول الإخوان اللي كانوا معانا، ذي الفقار كان معانا، كاسب سلطان أخوي، نعم. كانت مجموعة جيدة، مجموعة كانت نواة لمستقبل الكرة النجفية. بعد ما بدينا بداية حقيقية، كانت بداية تربوية وبداية فنية بحتة بحد ذاتها، انه بداية جيدة وكنا نفتخر بها. بعد ما يمر الزمان يعني نحس بقيمة هذه الايام اللي عشناها مع نادي النجف الرياضي، وخاصة اني كان لي دور كلش كبير وافتخر به اني في مسيرتي الرياضية، كوني اول مشاركة حصلت على هداف البطولة وحصلنا على البطولة بنفسها. وبعدها استدعيت إلى منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، بدأت مسيرة المنتخبات بعدها. يعني كابتن، استدعائك منتخب ناشئة العراق، نعم، من المدرب أول مدرب استدعاك؟ أول مدرب استدعاني إلى منتخب ناشئة العراق هو المدرب القدير كريم فرحان، سنة 93-94 مثلنا بها منتخب ناشئة العراق مع زميلي عادل علي من محافظة النجف، وكانت هذه بداية الانطلاقة إلي نحو المنتخبات الوطنية. وكان حضورنا مميز مع المنتخبات في وقتها، كانوا نجوم مميزين، قدرنا أن نفرض نفسنا في داخل المستطيل الأخضر، قدرنا أن نثبت حضورنا بوجود كثرة النجوم اللي موجودين بوقتها آنذاك. وتعرف أن المحافظات والنجف بالأخص كانت مظلومة يعني نوعا ما. استدعائك شباب نادي النجف عام 1995، من كان المدرب الأول على الشباب؟ شو كان استدعائك لشباب النجف؟ شباب النجف 95، لا 95 انا مثلت الفريق الاول، يعني مثلت من قبل بداياتك او نهاياتك 94 95 كنت مع شباب نادي النجف، 95 96 كان الموسم الاول لي مع نادي النجف. فالمسيره كلها المراحل العمريه كانت مع الاستاذ زهير كاظم مراد المرحوم.
الى الخط الاول، الى الفريق الاول بعد دعوه من الاستاذ ناجي حمود. تعرفون انت بوقتها كان نادي النجف من الفرق القويه، من الفرق المنافسه على لقب الدوري، كانت مجموعه كبيره من اللاعبين من ابناء المحافظه، وكان بوقتها يعني نستقطب لاعبين من جميع المحافظات، اللاعبين البارزين. لكن انا قدرت ان اثبت وجودي مع النادي وفرضت نفسي على الكادر التدريبي اللي كان متمثل بالاستاذ ناجي حمود، اللي كنت اللاعب الشاب الوحيد اللي زجني مع الفريق. اصغر لاعب في نادي النجف من 96 ل 98 موسمين متتاليين انت مع الخط الاول نادي النجف. نعم. شنو كان مسيرتك مع نادي النجف؟ نعم، أنا زيد نفخر يعني الفترة القصيرة اللي مثلت فيها نادي النجف الرياضي، حصلت على البطولتين، وهي البطولتين الوحيدة اللي حصل عليها نادي النجف، وهي بطولة أشبال النجف وبطولة أم المعارك في 97-98. كان لي فخر أن أكون ضمن اللاعبين اللي موجودين بوقتها، كان لي دور كلش كبير، وكنت من اللاعبين الشباب المنافسين على اللعب مع الفريق الأول. وخير كلامي دليل على كلامي انه بعد مباراتنا مع بعد حصولنا على بطوله ام المعارك، كانت انه مباراه للدوري مع نادي ديالى، فكاد فريق النجف ان يخسر في هذه المباراه لولا نزولي في الشوط الثاني واحرازي هدف التعادل. فكان عنوان في الجريده كاد بطل ام المعارك ان يخسر مع ديالى لولا الشاب عباس حسن في احرازي هدف التعادل. فكان إنه دور فعال، كان إنه دور مميز في المنافسة الحقيقية في وصول نادي النجف إلى إحراز بطولة أم المعارك بوقتها. كابتن، مثلت نادي الكرخ. نعم. 1999 بدايتك مع نادي الكرخ. نعم، بعد بطولة أم المعارك مباشرة. بطولة 98 99. نادي الكرخ يعني أنت الرايدة رحت للكرخ، لو شلون صارت؟ أبدا يعني اللي يعرف التاريخ ويقرا التاريخ، انا لاعب شباب المنتخب الوطني، انا سبحان الله يعني وما تشاءون الا ان شاء الله، انا ما كنت يوم من الايام مفكر انه العب من غير نادي النجف الرياضي، كان نادي النجف الرياضي هو روحي، هو كياني. لكن سبحان الله بعد استدعائي الى منتخب شباب العراق اجبرنا على تمثيل نادي الكرخ الرياضي من قبل رئيس النادي السابق في استقطابنا الى نادي الكرخ الرياضي يعني بشكل اجباري انه تمثلون هذا النادي، فانغلب على امري انه امثل نادي الكرخ، وتمشي مسيرتي مع نادي الكرخ من منذ موسم 98-99 ولحد يعني لحد ما اعتزلت كره القدم. كابتن عباس حسن لاعب كبير تدرج في نادي النجف الأشرف في الفئات العمرية ولحق بالنجوم الكبار والموسم والمواسم المميزة التي حققها نادي النجف الأشرف، كان هو ضمن هذه الكوكب التي مثلت نادي النجف في مواسم التسعينات. بعدها طبعا يعني انتقل إلى بغداد ودعي المنتخبات وشارك في المنتخبات وأصبح رمزا ولاعبا كبيرا على مستوى الكرة العراقية. نتمنى له كامل التوفيق وفي حياته الاجتماعية وكذلك في حياته الرياضية، لأنه ليس بعيد عن الرياضة، لا يزال يعني يتدرج في الدورات التدريبية. نأمل أن يكون له مستقبلا في المجال التدريبي وفي المجالات التي يرتئيها إن شاء الله. الأخ عباس حسن أخ عزيز وزميل وخضنا يعني معاه، وكان زميلنا بنادي النجف معانا، لاعب منتخب وطني، كرس يعني حياته الرياضية، إنسان مجتهد ومخلص ومهاجم، كان بارع في المباريات ومجتهد، لكن تقريبا آخر الأيام يعني الحياة العصيبة اللي خليته يخرج عن هذا الإطار وتواجده بالأجواء الرياضية في داخل العراق أو في محافظة النجف عامة. نتمنى له كل الموفقية، الإنسان يستاهل كل خير إن شاء الله. بالنسبه يعني الكابتن عباس حسن،
هو اخ عزيز علينا من كنا من الشباب نادي النجف، وكان لاعب مهم والحمد لله قدر ان يمثل المنتخب الشباب والمنتخب الوطني خير تمثيل، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق بحياته. وهو اخ عزيز، وانا اتمنى يعني من الموجودين ان يكون عباس من ضمن اي كادر تدريبي موجود بالنجف، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. كابتن عباس حسن لاعب النجف الوحيد لعب جميع الانديه البغداديه الجماهيريه، نعم. نادي الكرخ، قوه الجويه، الشرطه، الزوراء، اخر فريق استقريت فيه الكهرباء. نعم. حدثنا على الانديه، شلون كان استقطابك مع الانديه من بعد الكرخ؟ صراحه حدثنا على الفريق الجويه شلون كان؟ صراحة أنا يعني تعرف أنت الرياضي بصورة عامة عبارة عن إنجازات وعبارة عن أرقام. إذا تجي المسيرة الرياضية أنت تعرف عمر اللاعب هو عمر قصير، يعني ما يتجاوز العشر سنوات. يعني كابتن عباس بمقدمك، نعم. معلومة يعني ما حد المشاهدين ما يعرفون بيها، نعم. عباس حسن أول هداف النادي الكرخ برصيد ما يقارب 105 104 عدد الأهداف المواسم اللي بقيت وياهم، بطولاتك الخارجيه والداخليه. قلت لك انا يعني الانجازات والارقام اللي اعتز بها النفسي الانجازات الشخصيه، باعتبار انه تعرف انت نادي الكرخ اللي برزت به بشكل كبير هو نادي مغمور، نادي غير جماهيري، يعتبر من الانديه الغير جماهيريه. بعد ما مثلت نادي الكرخ كان لي انجازات شخصيه، وهي في كل موسم هي المنافسه على لقب هداف الدوري وبروزي في المنتخبات الوطنيه كذلك، فكنت من اللاعبين المميزين واللاعبين السوبر بهذه الفتره. يعني ما اخفي على ما يخفى على جمهور النجف الحقيقيين اللي عاصرونا بوقته انه عباس حسن بوقت عندما كان في قمه مستواه اشترط على نادي الكرخ بعد ما اجبر ان يلعب خارج محافظه النجف، اشترط على نادي الكرخ انه ممكن ان امثل النادي لكن بشرط ان لا العب ضد محافظه النجف. كان هذا الشرط الوحيد اللي افتخر به واعتز به، ودائما يذكروا لي اياه جمهور النجف اللي عاصرونا بوقتها. لكن مثل ما تعرف انت هاي مسيره طويله، وكل نادي انت تمثله لازم تكون لك ولاء للفالينا. فبعدها كان لي انجازات شخصيه كبيره، من ضمنها بالاحصائيات العفو انه عباس حسن هو الهداف التاريخي الاول في تاريخ نادي الكرخ، منذ النادي الرشيد لحد نادي الكرخ عباس حسن هو الهداف التاريخي الاول. فهذا انجاز اعتز به لي شخصيا، باعتباري انه خمس مواسم متتاليه انه اني يعني تجاوز عدا حتى تصير وصيف هداف دائما. يعني اذا تحسب معاها بطوله الكاس وبطوله ام المعارك ممكن ان يتجاوز ال 100 هدف. فهذا انجازات شخصيه اعتبرها بالنسبه لي. وبالنسبه للانديه اللي مثلتها الزوراء، الشرطه، القوه الجويه، بقيه الانديه، نادي اربيل، فكل نادي مثلته فاني كنت قريب على لقب الهداف الدوري، وانا كنت هداف الفريق. هداف الفريق كنت مميز في كل نادي يعني امثله. فهذا شيء اعتز به وافتخر به لنفسي. كابتن من بعد نادي النجف ايش يعينك نادي الكرخ؟ نادي الكرخ يعني هو حياتي الرياضيه. نادي النجف يعتبر نادي الام بالنسبه لي، نادي الكرخ هو حياتي الرياضيه، يعني انت تعرف انه قلت لك انا عمر اللاعب لا يتجاوز العشر سنوات. كيف لو انت خمس سنوات متتاليه وقمه مستواك انت في نادي الكرخ؟ هسه قد ما يقولون يريد يعني يتحدثون عن عباس حسن، وناس ما تعرف عباس حسن يقول له عباس حسن مهاجم الكرخ. فراسا اكون بالصوره واضحه امام الجمهور اللي عاصرونا بوقتها. فكنت مميز وكان الكرخ هو حياتي يعني بالنسبه لي. كابتن اذكر مباراه الكرخ والشرطه في ملعب الشرطه. نعم. بيوم زواجك. نعم. وجبروك النادي يقولون عباس حسن لازم تلعب لنا هذه المباراه، وانت بيوم زواجك ومجهز جنت، سولف لنا شوي على هذا الموقف. نعم، مثل ما تعرف يعني هذا موقف ابدا ما انساه بصراحه. انا يعني تعرف كنت من اللاعبين المؤثرين، اللاعبين اللي ثقلي بالفريق. تفاجأت انا رحت يعني مبدل اوزع لهم الكارتات مال الزواج. فتفاجأ كان بوقتها مدربنا القدير، اوجه له التحيه كابتن ثائر جسام،
اللي اكن له كل التقدير والاحترام وصاحب الفضل عليه طبعا. كابتن ثابت جسام قال لي هاي شنو شو ملابسك الرياضيه ما جايبها شنو ايش تسوي؟ بس بعد يومين الزواج مالتي غير عقب باكر. قال لي بابا اذا ما تجي من يغلبني انا؟ انت صدق تحكي يعني ما يصير انت لازم تجي تلعب. قلت له استاذ عرس زواج اريد اتزوج. قال ماكو تجي انت راح تغلبني وانت اللي راح تفوزنا. وبالفعل يعني بيوم الحنه مالتي انا هذا تاريخ ما انساه. بيوم الحنه يعني ثاني يوم الزواج مالتي انا قدرت ان العب ضد نادي الشرطه واحرز هدفين ونفوز بهذه المباراه. بس ما قصروا بعدها نادي الكرخ يعني قدروا الموقف مالتي فكان لهم موقف مشرف معي يعني بصراحه ما قصروا وياي من الالف للياء. اللي نطرق إلى هو بدايات كابتن عباس حسن اللي نشأ وترعرع محافظة النجف. فريقنا فريق الأم فريق شباب الأنصار سنة 90 وكنا أصغار وهو كان أصغر من عندي وكنت الداعم الأول واللي يحفز عباس على الطوبة من كنا بالمدرسة لحد ما فريقنا الشعبي لحد ما وصل ناشئين نادي النجف أشبال نادي النجف ناشئين نادي النجف الخط الأول الله وفقه وصار كارخ وصار منتخب شباب وصار منتخب ناشئين وصار منتخب أول وأولمبي كلها اللي لعبها هو الداعم الأول اللي هو فلاح حسن. عباس حسن أخ عزيز وصديق عزيز مثل زوراء موسم واحد معانا حسب ما أتذكر يمكن 2004 2003 نهاية 2003 2004 كان حقيقة لاعب مميز لاعب خلوق دائما صاحب ضحكة صاحب نكتة مع الفريق دائما ما كان يزرع البسمة في شفاه اللاعبين ودائما ما كان قريب على كل اللاعبين. أنا يعني حقيقة للفخر أنه كنت لاعب وياه وشاركته في الملعب. أتمنى له التوفيق إن شاء الله في مسيرته سواء الرياضية أو سواء العائلية ونتمنى له إن شاء الله موفقية ونجاح. كابتن بداياتك انت تريد توجه دعوة الى نادي الكرخ نادي من بعد نادي النجف شنو الدعوة لنادي الكرخ؟ والله انا نادي الكرخ تعرف هو النادي الروحي بالنسبة لي حياتي الرياضية هو نادي الكرخ فأنا اوجه له رسالة عتب الى رئيس نادي الكرخ اللي متمثلة باخونا وحبيبنا الكابتن شرار حيدر أكون له كل التقدير والاحترام. رسالة عتب يعني أن عباس حسن الاسم اللي ارتبط اسمه بنادي الكرخ اللي برز بشكل كبير مع هذا النادي ونص عمره الرياضي قدمه مع هذا النادي ويعتبر هو الهداف التاريخي الأول وهذا فشيء إنجاز وفخر بالنسبة لي من كوني خدمت هذا النادي كلاعب. احب انه يحتضنني هذا النادي كمدرب واحب ان اخدمه من خلال مسيرتي الرياضيه كمدرب فاحب ان اوجه له رساله اخويه ورساله وديه ومحبه وتقدير معها انه ان تاخذ بنظر الاعتبار وان يكون لي لقاء وياه ان شاء الله في الايام القادمه وان شاء الله نوصل للنتيجه في تمثيل نادي الكرخ ان شاء الله الايام القادمه. كابتن الاستدعاء الاول للمنتخب الوطني حصرا وهو من قبل المدرب اليوغوسلافي ميلان شو كان استدعاءك من المدرب اليوغوسلافي اول استدعاء كان صحيح؟ نعم كان اول استدعاء بالنسبه لي مثل ما تعرف يعني كان المنتخب الوطني عام 2000؟ نعم عام 2000 بالضبط يعني عام 2000 كان اول استدعاء بالنسبه لي بعد ما كان المدرب اليوغوسلافي ميلان جيفادينوفيتش كانت الفكرة هو استقطاب وجوه جديدة للمنتخب الوطني فوقتها استدعوا أكثر من 70 إلى 80 لاعب لتمثيل المنتخبات الوطنية من خلال حضورهم إلى مباريات الدوري واستقطاب اللاعبين المميزين في الدوري فبعدها كان إن معسكر تدريبي في لبنان وتونس قام المدرب ميلان في تصفية اللاعبين من 70-80 لاعب إلى 20 لاعب وأنا كنت من ضمن 20 لاعب اللي اختارهم المدرب ميلان وكانت هاي أول دعوة إلي بالنسبة للمنتخب الوطني. أنت
كمجموعة مع لاعبين أندية، مع لاعبين منتخبات، مع عمالقة، شلون كان اسمك مع العشرين؟ نعم، أنا زيدني فخر لعبت مع حبيب جعفر، مع ليث حسين، مع صادق سعدون، مع راضي شنيشن، مع عماد هاشم، مع هاشم خميس، مع أسماء كبيرة كانت قبلي في الدوري وكانت تمثل المنتخبات الوطنية. يعني زيدني فخر أني كاسم عباس يلعب مع هذه الأسماء الكبيرة اللي قدرت أن أبرز معها بشكل ملفت للنظر وأن أكون مميز ويكون اختياري ضمن العشرين لاعب مع هذه الأسماء الكبيرة. كابتن، استدعائك 2001 مع الكابتن عدنان حمد تصفيات كأس العالم. نعم. شلون كان استدعائك؟ نعم، مثل ما تعرف الأحداث والتخبطات اللي صارت بوقتها في إبعاد ميلان، في يعني مشاكل صارت داخل الوسط الرياضي، تم استبعاد ميلان واستدعاء الكابتن عدنان حمد في التصفيات كأس العالم 2000-2001 إذا تتذكروها، مجموعتنا النيبال ومكة وكازاخستان. فأيضا كنت من ضمن اللاعبين المميزين بوقتها. كابتن عدنان حمد قال لي بصريح العبارة أنه أنت بالتصفيات الأولى اللي راح تكون ببغداد أنت ما راح تكون معانا، راح تكون معانا في كازاخستان وراح يكون لك دور فعال. وبالفعل يعني لولا شهادة الكابتن حبيب جعفر والكباتن اللي موجودين والإعلاميين اللي كانوا بوقتها، أنه لولا وجود عباس حسن الورقة الرابحة لما تأهلنا إحنا للتصفيات الحاسمة بعد تعادلنا مع كازاخستان. فكان لي دور كلش كبير في أول مباراة دولية أحرزت هدفياً وصنعت 4 أهداف وبعدها صنعت 3 أهداف، وكان لي دور كلش كبير في التصفيات الحاسمة اللي أهلتنا للدور الحاسم في كازاخستان. كابتن، تجربتك الثالثة مع المنتخب الوطني. نعم. مع كرواتي بيلين، مشوارك طويل مع المنتخب الوطني من 2002 إلى 2005. نعم. أطول مدة مع المنتخب. نعم. شلون كان استدعائك؟ نعم، بيلين مثل المنتخب الوطني في التصفيات الحاسمة بعد عدنان حمد، بعد الإخفاقات اللي حصلت المنتخب الوطني بوقتها تم استدعاء بيلين في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، كانت مجموعتنا السعودية وإيران اللي صارت في بغداد تتذكروها. فبوقتها كان بيلين بالتصفيات الحاسمة. بعد التصفيات الحاسمة، بعد سقوط النظام، انتقاله صارت نوعية في الرياضة العراقية، فكان بوقتها المدرب الألماني ستانج، فأخذنا دور كلش كبير بوقتها. كنا من اللاعبين المجندين مع المنتخب الوطني في تمثيل العراق، خير تمثيل في أصعب الظروف، في الظروف صعوبة السفر وصعوبة المباريات اللي خضناها بوقتها في 2003-2004 كانت ظروف جدا قاسية، لكن بهاي الفترة قدرنا أن نوصل المنتخب ونظهر بصورة لائقة نستطيع أن نفتخر بها بوقتنا الحالي. كابتن، يعني أنت مع عمالقة، يعني اسم عباس حسن لاعب نجفي، لاعب النجف الوحيد مثل 7 أندية بغدادية. نعم. جماهيرية، مثل منتخب وطني، احترفت خارج البلد، احترفت احترافي الإمارات والبحرين وإيران. مميز كان مميز جدا، وكنت هداف الدوري البحريني بوقتها. حلو. نعم. شلون من اجى استدعائك للدوري البحريني؟ شلون كان الدوري البحريني؟ بالبدايه انا كان احترافي في الامارات بدعوه من الكابتن باسم قاسم، كنت بوقتها العب في نادي الزوراء، مثلت نادي العروبه الاماراتي، بعد ما كان هو علي يشرف علي الكابتن باسم قاسم وجه لي دعوه في الحضور مع هذا النادي، لكن بعد ذهابنا للامارات اكتشفنا انه هو نادي درجه ثانيه، نادي ضعيف فنيا، ما يليق بمستوانا. قدرت ان اثبت حضوري كلاعب، لكن كطموح ليس بمستوى الطموح. بعدها انتقلت من الامارات مباشره الى الدوري البحريني مع الشباب البحريني، قدرت ان احرز على لقب هداف الدوري واكون منافس في الدوري، وكنت من اللاعبين المؤثرين بوقتها. وكذلك في الدوري الايراني، الدوري الايراني يعني ما طولت كثير بصراحه، مع لان حسيت اكو نوع من عدم المصداقيه في وقتها، فانا سحبت نفسي ورجعت للعراق.
نصيحتك للاعبين المنتخب الوطني حاليا شلون تشوفهم؟ نصيحتي بصراحه يعني ان يبتعدون عن موقع التواصل الاجتماعي اللي يتعرض لمنتخبنا الوطني الان. يعني انا مثل ما تعرفون انه اغلبيه اللاعبين هم لاعبين شباب، لاعبين يمكن لاول مره يمثلون المنتخبات الوطنيه. الانتقادات والتسقيط والتشهير هاي اعتقد اكبر من عمرهم. اعتقد هسه اللاعب الشاب محتاج الى تشجيع، محتاج الى تحفيز حتى يظهر بصوره لائقه. احنا كجمهور لازم نكون مع المنتخب الوطني في السراء والضراء. اللاعبين او يعني اللاعبين هم اغلبيتهم لاعبين شباب، زين. اعتقد انه اذا ابتعدوا عن التواصل الاجتماعي وركزوا بشكل جيد على واجباتهم وعلى تحضيراتهم وانضباطهم خارج الملعب الخارجي قبل الداخلي، انا اعتقد راح يكون لهم يعني بصمه ان شاء الله في المباريات القادمه. كابتن، مسيرتك في الصين مدرسه الكرويه ما حدد معي شويه، 5 سنوات في الصين. والله مسيره صراحه افرح يعني من انجاب طار الاكاديميه اللي افتتحتها بالصين. يعني مثل ما لاعب منتخب عراقي يفتح مدرسه يفتتحها نعم نعم نعم، كانت شيء غريب. كانوا انا بصراحه قد ما يعني زرت المدرسه العراقيه في مدينه ايو، صراحه شفت ابنائنا العراقيين بالاضافه للابناء الجاليه العربيه من الخطيه مهمشين، يعني اشوفهم يعني متعرضين الى مظلوميه ونوع من التهميش. فبعد يعني حضور هاي المدينه قدرت انا افتتح الاكاديميه وان احتضن اولادنا اللي موجودين هناك، وكان ممكن ان نكتشف يعني مواهب موجوده حتى نقدر نوصل صوتهم الى الاتحاد العراقي او وزاره الشباب او كل المعنيين بالرياضه العراقيه. وخلال سنه كامله يعني الاكاديميه كان لها دور فعال بشكل محفز ومشجع لابنائنا، باعتبار ان هم وضعوا بين مثلث البيت والمدرسه والاكاديميه، يجب ان يكون ملتزم في منامه، في حضوره في البيت، وكذلك درجاته في المدرسه وحضوره وسلوكياته حتى يكون له مكان في الاكاديميه. فكانت فكره كلش جيده، ومن خلال قناتكم الموقره يمكن هاي المره الثانيه يعني اتمنى ان تنفتح اكاديميات خارج العراق تحت غطاء ورعايه الاتحاد العراقي، باعتبار يوجد يعني الكثير من ابناء الجاليه العراقيه موجودين في الخارج. اذا احتضنتهم اكاديميات اعتقد راح يكون رافد جديد للانديه او المنتخبات الوطنيه في المستقبل. كابتن، سؤال للمدربين، وانت يعني حاصل على شهادات تدريبيه، شهادة علم النفس في مصر حاصل عليها، وشهادة الإصابات الرياضية، وشهادة التغذية في السويد، هم مهمات المدرب؟ نعم نعم مهم. صحنا شوية عليها. صراحة أنت كقائد، كأب، كمعلم، أنت يجب أن تتثقف بكل مفاصل الحياة، كل مفاصل الرياضة. مفاصل الرياضة اللاعب يتكون على البدني والمهاري والخططي والنفسي. أنت كمدرب يجب أن تتثقف في علم النفس، يجب أن تتثقف في اللياقة البدنية، يجب أن تتثقف بالإصابات الرياضية، يجب أن تتثقف بالتغذية، تغذية الرياضي. لكن مو اختصاص، الاختصاص وحد. أنا هسه إن شاء الله في المستقبل إذا توجهت لي دعوة لتدريب أي نادي راح يكون معايا مدرب خاص للياقة البدنية، مدرب خاص علم النفس، مدرب خاص حتى أنجح بعملي. لكن أنا كمدرب كقائد يجب أن أثقف حتى إذا لا سامح الله تعرض اللاعب الإصابة، أنا عندي الخبرة، عندي الثقافة كيف أعالجه نفسيا. لاعب عندي مؤثر نفسيا يعني ما متى لازم أعرف شلون أتعامل معه حتى أقدر أن أكتسبه داخل الملعب، كذلك تغذيته، كذلك حضوره، هذا كله من واجبات المدرب. لكن الاختصاص يختلف عن الثقافة.
اهم شيء اكيد الكابتن عباس حسن من الاخوان والاصدقاء اللي عاشرناهم فتره طويله، اذا كانت مع المنتخبات الوطنيه ومع نادي القوى الجويه لعبت معهم فتره طويله تخمس 4 سنوات الى 5 سنوات لعب مع نادي القوى الجويه. لاعب كان جيد، لاعب مميز، استطاع ان يحصل على بطوله الدوري مع فريق القوى الجويه، عنده انجازات كثيره اذا كان مع نادي النجف او كل الانديه ونادي الكرخ او نادي القوى الجويه. شيء اكيد اتمنى له الموفقيه بحياته القادمه ان شاء الله اذا كان بالتدريب او خارج التدريب. انا اتمنى من الاتحاد العراقي انه يقدم فالدعوه للاخ عباس حسن اللي يحمل فكر عالي، يحمل عقليه كبيره صراحه، يعني مثل اقرانه مثل الاخ العزيز شاسب سلطان، مهند ابراهيم مساعد مدرب نادي نفط الوسط للشباب، يعني اتمنى هذا الشيء يقدمه له. انا سمعت انه اكو اخبار انه نادي كرخ انه مقدم له فد عروض، بس اتمنى من الانديه النجفيه، الانديه البغداديه، الاتحاد العراقي ان يقدم له شيء، العفو، شخصيات يعني كانت بالصين وتحمل فكر عالي. كابتن عندك هدف جميل على نادي الزوراء في ملعب الشعب. نعم. انتهت النتيجة يمكن 3-1 للزوراء وقتها. بس هذا الهدف باقي بذاكرتك، هدف معتز به، تذكره؟ نعم اذكره كل الزين. هاي كانت اخر مباراة كانت للراحل احمد راضي، اذكرها كل الزين. هاي المباراة كانت مباراة حاسمة بالنسبة لنادي الزوراء ونادي الطلبة، فلعب كانت في وقت واحد، وقتها الطلبة كان يفوز 1-0 يعني ياخذ اللقب الدوري. الزوراء مع الكرخ في ملعب الشعب والطلبة مع النفط في ملعب الشرطة. جمهور الطلبة كانوا كلهم معتمدين على عباس حسن. كانت يعني تعرف معكم اتصالات قليلة، كانوا يعتمدون فقط على الثريا، فما يعرفون شنو النتيجة. أنا أول مباراة ملعب الشعب مقبض كله جمهور الزوراء. فمن أول هجمة أحرزت هذا الهدف الجميل اللي تشوفوه أنتم دائما باليوتيوب، يمكن هذا الهدف الوحيد اللي موجود لي. كابتن هذه المباراة مع الزوراء يعني ذكرني بها المنسق محمد جاسم سليم كان حاضر المباراة. نعم. يقول تعادل للطلبة، تعادل ان مع الكرخ الزوراء يحصل على الطلبة يحصل على درع الدوري، وقال انا من كنت موجود اشاهد جماهير الطلبة كلهم يدفون باسم عباس حسن. نعم. يعني عباس المنقذ مال الكرخ كان بهذه المباراة. شلون كانت المباراة؟ نعم كانت مباراة يعني مثيرة صراحة، كانوا معولين علينا انه احنا نادي الكرخ، كانت اسماء عمود فقري كان نادي الكرخ، لاعبين مميزين من ضمنهم انا، يعني كان لي دور كلش فعال بالنادي ماتي، وكانوا معولين انه بس قول. كابتن مسيرتك مع الانديه شلون يعني؟ نص الزوراء لعبت مع فريق نادي الزوراء، استقطابك شلون كان مع نادي الزوراء؟ مع نادي قوة جوية شلون كان استقطابك؟ رسول اخوي كانت مسيرتي حافلة بالانجازات الشخصية بالنسبة لي. انا كنت عد ما امثل الاندية، يعني عباس حسن من لعب بالاندية البغدادية كان لاعب غير معروف. عباس حسن قدر ان يبني نفسه بنفسه، كان خير سفير للكرة النجفية. كان عباس من خطى الخطوة العطافة الكبيرة بحياته بتمثيل الاندية البغدادية. عباس حسن اجت بباله فكرة انه هو ما يمثل نفسه، عباس حسن يمثل محافظة النجف، فكنت خير سفير للكرة النجفية بوقتها، وهذا الشيء يزيدني فخر. فعباس حسن بنى نفسه بنفسه من خلال تمثيلي نادي الكرخ وتمثيلي نادي الزوراء والقوة الجوية ومن اكبر الاندية ونادي الشرطة، يعني هاي تعتبر من اكبر الاندية اللي موجودة بالعراق. فقلت لك يعني قدرت ان اضع لي اسم واضع لي بصمة في الدوري العراقي، وهذا يزيدني فخر يعني بمسيرتي الكروية، كان لي انجاز كلش كبير، وكانت بكل موسم امثله انه انا احصل على هداف الفريق. يسلم عليك الحكم الدولي السابق نجم كريدي. تحياتنا الى استاذ نجم اخونا. يسلم عليك. يقول كنت حكم مباراه النفط والكرخ في ملعب النفط في الدوري الممتاز، وكانت النتيجه 5-1 انتهت لصالح الكرخ. عباس حسن صاحب هدفين وصانع 3 اهداف. يقول كانت مباراه قمه
عطاء عباس في الملاعب. نعم اتذكر هاي المباراة كل زين. كان تعرف انت هاي الاندية الوسط اللي كانت الاندية الغير جماهيرية اللي كانت ترفض اللاعبين الا الاندية الجماهيرية، كانت هي من ضمنها نادي الكرخ ونادي النفط ونادي الصناعة. فكانت عد ما نلعب مع نلعب تكون هاي الانديه مع الكرخ امام النفط او امام الصناعه تكون لها نديه خاصه. فبوقتها انا اذكر هذه المباراه، وكان بوقتها الحكم اخونا الغالي كابتن نجم كريدي من الحكام المميزين وادار المباراه بشكل جيد جدا. وبصراحه هاي المباراه اذكرها كل زين. نعم صحيح انا قدرت ان احرز هدفين بوقتها واصنع ثلاثه اهداف، وكانت مباراه مميزه جدا. عباس حسن، من الداعم العباس حسن من محافظة النجف أو بغداد الحبيبة من الإعلاميين العباس حسن في وقت الماضي والحاضر؟ صراحة هذا السؤال يعني صراحة أنا بداخلي يألمني جدا، باعتبار مثل ما ذكرت لك أن عباس حسن خلال مسيرته الكروية كلاعب وبأصعب الظروف وبزحمة النجوم كان خير سفير للكرة النجفية، لكن مع كل الأسف وبنفس الوقت كل التقدير والاحترام إلى كل الإعلاميين بالنجف اللي موجودين، أنا أقول ولا إعلامي عاصر عباس حسن بوقته أن يذكر عباس حسن ولو بحرف واحد مع كل الأسف. والإعلامي الوحيد اللي ذكر عباس حسن وأنصفه هي هاي اللحظة، وهو أخوي وابن جيلي والعزيز عليه رسول السفير اللي يعتبر أول إعلامي وأول صحفي قدر ينصف عباس حسن محافظة النجف. بالعكس أنت كابتن تستحق أكثر، الله شاهد عليه. أنا صراحة هذا السؤال يألمني جدا، أنه كل الإعلاميين اللي موجودين في محافظة النجف أكن لهم كل التقدير والاحترام، وهم أخوان وعزيزين عليه، وما فد يوم شفت أي واحد منهم إذا ما أخذته بالأحضان. لكن هذا موقف أني بداخلي وعتب من أخ صغير أوجهه إلهم، أنه أقلهم أنا من خلال مسيرتي الكروية من خلال سؤالك اللي وجهت لي الآن، أني الإعلام النجفي لم ينصف عباس حسن ولو بكلمة من خلال مسيرته ولحد هذه اللحظة. كابتن سؤال، فلاح حسون ايش يعني لك؟ فلاح يعني لي الكثير، اخي الكبير وروحي وحياتي وكل شيء بالنسبه لي. فلاح هو الداعم الاول، فلاح هو اللي يمثلني في محافظه النجف. لولا فلاح عباس حسن يمكن ينسوه، يمكن ما حد يوصل له، يمكن ما حد يتواصل معه، باعتبار انا بعيد صرت من خلال يعني تمثيلي أندية بغداد وبعيد عن اخواني واصدقائي، لكن فلاح هو المرآة الحقيقية لي في المحافظة. كابتن نحكي على فلاح. فلاح انت لاعب نادي الكرخ وهو مثل القوى الجوية، يعني وقع القوى الجوية واستعد ان شاء الله الموسم الجديد مع القوى الجوية. كابتن شنو كان فلاح؟ ما نعرف يعني. عايف قوة جوية يتمرن بالكارخ، شلون صارت؟ هذا موقف، طبعا موقف دائما نذكره، موقف طريف كان جدا. تعرف انت فلاح، اللي يعرف فلاح ما يزعل عليه. فلاح قلب طيب، فلاح يعني قلبه على لسانه، يعني بس القريبين من فلاح يعرفون شنو فلاح. فلاح مثل نادي القوة الجوية من اعرق الاندية اللي بالعراق، وكان إلا دافع إلا حافز إني يمثل هذا النادي.
لكن انت تعرف الزحمه. كان مدرب صالح راضي بقيته. كان بوقتها عبد الله عبد الحميد. عبد الله عبد الحميد هو اللي وجه له الدعوه، هو اللي خلى يعني استقطبه ووقع العقد. حلو. فتعرف انت زحمه النجوم وكثره النجوم وبوقتها نادي القوى الجويه كان فريق مزدحم، امثال اكرم عمان وائل، امثال معنا رزاق واحمد خضير. فلاح وقع. فلاح وقع مع نادي القوى الجويه. حلو. بس لحد الان جيد. فلاح لحد الان جيد. فلاح يريد يلعب بشكل اساسي مع زحمة هؤلاء الأسماء وهذا النجوم. قلت له فلاح يحتاج لها صبور، يحتاج لها تعب، يحتاج الآن. قلت له الآن أنا مثل المنتخب وطني، وعد ما أروح أمثل القوة الجوية أحس بألف حساب حتى أمثل هذا النادي، يحتاج لها صبور. فلاح قال لي لا، أنا لازم ألعب أساسي. ففلاح يعني أنا أعرفه، أعرف قلبه طيب. ففلاح يعني قال لي أنا بعد خلاص ما أروح للقوة الجوية، أريد ألعب وياكم بالكرخ. فلاح ما أسوي لي مشاكل، ما أقدر. فهذا كان موقف طريف، صارت مشاكل خطيه مع نادي القوى الجويه بوقتها، وقدرت انا احلها بعلاقاتي الشخصيه. تمرن بالكرخ. اي قدرت احلها بعلاقاتي. اساسي بالكرخ. قلت لهم يا ابا فلاح ترى انت ما تعرفوا انا اعرفه، اريد تحلوها بشكل ودي ان شاء الله، وفلاح بينكم. فالناس يعني بالعكس رحبوا بهذا الشيء، ومشت الامور طبيعيه، وقدر يمثل نادي القوى الجويه خير تمثيل، لعب اكثر من مباراه وقدر ان يحرز اهداف. لعب نادي النجف سابق، هو مثل لعب نادي النجف. هو استدعى نادي القوى الجويه مو عن فراغ. فلاح ادى الامكانيه. فلاح يعني انت تعلمت وايد. فلاح تعلمت الكثير من فلاح. فلاح اخوي وصديق وكل شيء بالنسبه لي. فلاح لولا الظروف اللي ما خدمته لكان المع من اسم عباس حسن. والله بصراحة أنا حياتي كلها هسه أولادي، يعني زوجتي وأولادي حياتي كلها، يعني روان ورؤى هسه هم النفس الحيل القوة اللي أمتلكها عندي روان ورؤى، يعني نص حياتنا عمرنا. ومحمد بشكل خاص، محمد باعتباره ولد، وهذني مثل التوأم، البنات مثل التوأم، يعني بدن سوا وهسه الآن هن بكلية الطب سوى. الله يحفظهم. بس محمد اتمنى من رب العالمين ان يوفقه. محمد قلب طيب، محمد قلبه على لسانه، محمد يحب ان يكون مثل ابوه، يكون لاعب كره قدم بالمستقبل، يحب ان يكون فتشيف يعني. فان شاء الله اتمنى له الموفقيه. كلمتك الى نادي النجف، جماهير نادي النجف، انت ابن النجف، شو تحب توجه لهم؟ نادي النجف وين ما اروح افتر العالم، مني يجيبون اسم النجف اصير فتشي بداخلي، اسم النجف واسم امير المؤمنين صراحه. هاي الاسمين من اذكرهن يعني فد معزه وفد نقطه خاصه تصير بحياتي، يعني حتى يتناوبني شعور غريب. فنادي النجف بالنسبه لي نادي الام، نادي الروح بالنسبه لي. فاتمنى للموفقيه كل وقت وكل زمان. الشاشة لك أمامك، وكلمتك الأخيرة إلى جمهورك الكريم، إلى أهلك، إلى أصدقائك، هاي كاميرا لك. والله أقول لهم أنا أخوكم الصغير مهما يمر بينا الوقت، وإن شاء الله أتمنى كل إنسان عرفته أن يسامحني إذا غلطت بحقه. والكل احبهم، والكل من كل قلبي اتمنى لهم الموفقيه، وان شاء الله يا ربي يسعدهم بحياتهم، وان شاء الله الموفقيه للجميع. كابتن اكو شغله جبتها من الصين، وينها؟ جايب لك هديه مناسبة الصين يعني. اي خليك هاي فد هديه بسيطه يعني تعتبر فعلنا عليها شوي. انت تعتبر من الاخوان الاعزاء علي. هاي من ضمنهم رسول السفير اللي هو يعتبر اخ وصديق لي، يعني بصراحه ما اعرف شجيب له الرسول، فما قدرت غير العفو. هذا اسم، هذا دريس الصين المنتخب الصيني، وهذا اسم رسول
باللغة الصينية، وهذا رقم 8 لأن أنا أعتبر رقم 8 رقم مميز بالنسبة لي، أكثر بروزي هو بالرقم 8. أنا كنت يمثلوني بالمرحوم أحمد راضي، فهذا الشيء أفتخر به نفسي، فرقم 8 دائما هو الرقم المميز بالنسبة لي، هذا اسم رسول باللغة الصينية. هاي بدادية بسيطة لك. فلاح سويت له واحد فلاح ما سوي له فلاح. شكرا كابتن، مشكور على اللقاء، واحنا زحمناك. لا بالخدمة اخوان اعزاء، وانا سعيد جدا.